لازلنا معاكم في حلقتنا لهذا اليوم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم أبو ظبي وبرنامج صباح النور، حلقة بدون تدخين. وحديثنا حول هذا الموضوع أكيد يستدعي أن يكون عندنا مختصين في هالمجال، فنحن يسعدنا في هاللحظات يسعدنا أن نرحب بالدكتورة بدور أحمد شحي، رئيس قسم الأمراض المزمنة في مركز أبو ظبي للصحة العامة. حياك الله دكتورة بدور. يا حياكم الله، أهلا وسهلا. يا مرحبا. حابين نتكلم وياك دكتورة حول بداية مضار التدخين وآثاره السلبية على صحة الفرد والمجتمع. طبعا في البداية نشكركم، نشكر إذاعة القرآن الكريم على الاستضافة في برنامج صباح النور، ونتمنى اليوم إن شاء الله نقدم للجمهور المعلومة المفيدة إن شاء الله. بإذن الله. طبعا مضار التدخين مضار كثيرة تأثر على صحة الفرد، بحيث أنه ممكن يأثر على جميع فئات المجتمع من أطفال، كبار، صغار، حوامل وغيرهم. التدخين بشكل عام يعتبر السبب الثاني للوفاة، الرئيسي للوفاة في العالم، والتي يمكن الوقاية منها. يعني يمكن في أمراض ثانية تسبب الوفاة، بس ما في طريقة لي أن الواحد يقي نفسه من الإصابة منها. التدخين، أو خلنا نقول استخدام أي نوع من منتجات التبغ كما هو معروف لدى الكثيرين، يحتوي على أكثر من 7000 مادة كيميائية، منها حوالي تقريبا 70 مادة احنا نسميها مادة مسرطنة، 70 مادة مسرطنة أي قد تسبب السرطان. استخدام أي نوع من منتجات التبغ، سواء استخدام السجائر التقليدية أو المدواخ، الشيشة، أو الحين بعد الأنواع الجديدة اللي منتشرة بشكل كبير اللي هي السجائر الإلكترونية، كل هاي المنتجات تعتبر خطيرة، كلها تسبب يعني الإصابة بكثير من الأمراض المعروفة مثل النوبات القلبية، سكتات دماغية، أيضا في مرض عندنا الانسداد الرئوي المزمن اللي ما له علاج حتى الآن، والكثير من السرطانات عفانا الله وإياكم، منها سرطان الأكثر شهرة اللي هو سرطان الرئة، وعندنا بعد سرطان الحنجرة، البنكرياس وغيرها. أيضا عندنا يعني معروف لدى الكثيرين أن السجائر بشكل خاص عند فيها مادة تسمى مادة النيكوتين، وهاي المادة النيكوتين هي المادة اللي تسبب الإدمان لدى المدخنين، وحالها حال اللي هي المواد الثانية اللي تسبب الإدمان مثل الهيروين والكوكايين وغيرها. أيضا يعني لازم نذكر هني أن اللي يدخن ممكن نسبة الإصابة بالسكري النوع الثاني أيضا ترتفع عنده. وبالنسبة للأطفال أو اللي في مرحلة الطفولة والبلوغ، استخدام أيضا التدخين، سواء كان التدخين المباشر الشخص نفسه يدخن، أو التعرض للتدخين السلبي يعني يكون مباشر أو متعامل أو مواجه لشخص آخر مدخن، أيضا قد يؤدي إلى تبطيء نمو الرئتين، نمو الرئتين نفسه قد يؤثر على اللي هو نمو الأطفال والبالغين. نعم. هذا بشكل يعني مختصر، طبعا إذا تكلمنا عن مضار التدخين كل واحد ما يخلص، بس يعني بشكل مختصر. وكما هو معروف أن أيضا المدخنين يعرفون هاي المضار، يعني مو غافلين عنها. أكيد. يعني يمكن تحدثنا في الحلقة دكتورة بدور يعني عن بعض الجهود اللي يعني كثير منها تبذلها أكيد دولة الإمارات، ويمكن غفلنا عن كثير منها، ولا شك أن في أيضا سياسات وأنظمة متعلقة بهالموضوع، فتكلمينا أيضا عن هالنقطة دكتورة بدور. إن شاء الله. عندنا دولة الإمارات تبذل جهود كبيرة وحثيثة لمكافحة آفة التدخين، وهالشيء يرجع يعني لسنوات طويلة، مش مثلا فترة قريبة. عندنا طبعا القانون الاتحادي رقم 15 صدر في 2009، ولائحة التنفيذية رقم 24 صدرت في 2013، هذا قانون خاص لمكافحة التدخين في دولة الإمارات وفي جميع السياسات والأنظمة والقوانين اللي يعني لازم الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات والأفراد أيضا يلتزموا فيها، بحيث أن نقدر نقضي على هاي الآفة. الدولة تكرس جهودها بشكل عام لتوعية جميع أفراد المجتمع بمضار التدخين وضرورة طبعا الإقلاع عنه بسبب الأمراض اللي ممكن يسببها استخدام التدخين، وذلك من خلال البرامج التثقيفية، الحملات التوعوية اللي تطلقها سنويا للوصول إلى جميع شرائح المجتمع. الهدف عندنا مو بس يعني المدخنين نفسهم، أيضا الناس اللي حواليهم، يعني عندنا عائلاتهم، أصدقائهم، زملائهم، لأن التدخين ما يأثر على المدخن نفسه فقط، إنما يأثر على جميع الناس اللي حوالينا. صحيح. إحنا في مركز أبو ظبي للصحة العامة جهودنا طبعا تتماشى مع جهود الدولة للسعي لتحقيق أهم الاستراتيجيات للقضاء على آفة التدخين، والهدف يعني طبعا الوصول إلى العيش في بيئة خالية من
دخان السبب. احنا نقدم خدمات الدعم لهذا المدخنين للاقلاع عن التدخين، وهدفنا النهائي نحمي جميع الاجيال سواء الحاليه والقادمه من هاي الافه اللي تنتشر بشكل واسع في الوقت الراهن، يعني بين خاصه بين فئه الشباب والمراهقين. صحيح، جميل. طيب ننتقل لنقطة أخرى أيضا، مراكز الإقلاع عن التدخين ودورها اللي تلعبها في مساعدة المدخنين على الإقلاع. في الدولة طبعا الحمد لله بشكل عام في جميع إمارات الدولة تتوفر عيادات متخصصة للإقلاع عن التدخين وجميعها مرخصة من الجهات الصحية المختصة. عندنا في بوظبي بمناطقها الثلاث، عندنا جزيرة بوظبي والعين، منطقة العين والظفرة، عندنا 9 عيادات للإقلاع عن التدخين مرخصة من دائرة الصحة أبوظبي. وطبعا سنويا احنا نسعى لزيادة عدد العيادات المرخصة من خلال طبعا الزيارات المتخصصة والتفقدية لهذه الجهات وسعيهم إلى تقديم هذه الخدمة للناس المحتاجة لها. توفر هاي العيادات خدمات الإقلاع عن التدخين والاستشارات والعلاج، العلاج سواء كان علاج دوائي أو دعم نفسي أيضا للمدخن اللي حاب وعنده إرادة وعزيمة للإقلاع عن التدخين. الخدمات هاي العيادات تقدم لحاملي بطاقة ثقة وحسب التأمين الصحي الخاص بالأشخاص الآخرين. عندنا أيضا الكثير من الجهات الحكومية والمؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة تنظم لموظفيها ولعملائها حملات سنوية لدعم جهود الدولة لمكافحة التدخين. احنا في مركز أبو ظبي للصحة العامة أيضا نطلق حملة سنوية تحت عنوان نحو أبو ظبي خالية من السبق، وعادة سنويا نختار شهر مايو لإطلاق هذه الحملة بسبب طبعا اللي هو التزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ اللي يصادف اليوم 31 مايو، من خلال أيضا توفير هاي الاستشارات المجانية للناس اللي حابين يقلعون عن التدخين. جميل، الله يوفق الجميع إن شاء الله، الله يوفق الجميع إن شاء الله.